وينضم إلينا في الاستوديو سعادة ديونيسيوس زويس سفير اليونان لدى دولة الإمارات. أهلا بك سعادة السفير معنا، وشكرا لتواجدك معنا في هذه التغطية. إذا مسيرة طويلة، يرحل بعدها فقيد الوطن الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، ماذا تقول في هذا اليوم؟ أولاً أن أعرب وأقدم تعازية لوفاة الراحل صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لحكومة وقيادة دولة الإمارات وشعب دولة الإمارات. كنت على معرفة بصاحب سمو الشيخ خليفة منذ كان ولياً لولي عهد أبو ظبي، وكان له الكثير من الجهود في دعم الجهود الإنسانية والدعم الإنساني. بالنسبة أيضا أود أن أهنئ صاحب السمو على انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأتذكر عندما كان صاحب السمو في القوى الجوية، وأيضا عندما كان وليا لعهد إمارة أبو ظبي. أود أن أقول أن دولة الإمارات قد أنعم الله عليها بهذا القيادة التي تدفع الأمة نحو الأمام للسنوات القادمة. وأيضا هذه الدولة قد أنعم عليها الله، لأنه ومنذ بداية وانطلاق المسيرة كان القائد المؤسس هو الشيخ زايد، الذي مهد الطريق نحو المستقبل والذي بنى الأسس والركائز المتينة للمستقبل. نعم، في عهد الفقيد فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمة الله عليه، كانت هناك تطور في العلاقات بين دولة الإمارات واليونان، ماذا تقول عن جهود ومسيرة سموه في هذا الجانب؟ It is true. نعم، هذا الأمر صحيح للغاية. العلاقات الثنائية خلال فترة حكم صاحب السمو الشيخ خليفة وصلت إلى مستويات جديدة، واليوم هذه العلاقات وصلت إلى مستوى الشراكات الاستراتيجية. الأسبوع الماضي كان هناك زيارة رسمية لرئيس وزراء اليونان إلى دولة الإمارات، والذي استقبل في دولة الإمارات باستقبال فيه كل الحفاوة، واستقبله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وتم توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الحكومتين. وأيضا في الماضي تم عقد العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية. العلاقات متينة وتتقدم نحو الأمام، ونحن ممتنون لقيادة دولة الإمارات على كل الجهود التي بذلتها هذه القيادة من أجل تعزيز وتمتين العلاقات الثنائية بين بلدينا وشعبينا. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة له جهود كبيرة، وينظر لليونان نظرة نظرة ثقة ونظرة، ويقوم بالكثير من الجهود لتقوية وتمتين العلاقات بين الإمارات واليونان. كيف تنظرون لهذه الجهود، وكيف ساهمت جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في تقوية وتمتين العلاقة بين الإمارات واليونان؟ نقدر أيما تقدير الجهود التي يبذلها صاحب سمو الرئيس رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وأود أن أشير إلى أن صاحب السمو هو مهندس هذه العلاقات الثنائية الإماراتية اليونانية منذ فترة طويلة، وبفضل العزيمة القوية وأيضا التعاون بين الحكومتين تمكنا من بناء هذه العلاقات الثنائية المتينة. وأنا متأكد من أن العلاقات الثنائية خلال حكم صاحب السمو ستصبح أكثر متانة أيضا وتتعزز بشكل إضافي. يشرفنا أن يزور صاحب السمو اليونان، ويشرفنا أيضا ونسعد جدا بهذه الصداقة. بالحديث عن العلاقات الإماراتية اليونانية، كيف تصف هذه العلاقة؟ ما هي أبرز القطاعات التي يتعاون فيها البلدان؟ ولو تلخص لنا في الفترة الأخيرة كيف نمت هذه العلاقات وإلى أين وصلت؟ نعم، كما قلت العلاقات الإماراتية اليونانية وصلت إلى مستويات مهمة جدا، وصلت إلى مستوى الشراكات الاستراتيجية، وقد طورنا العلاقات. ونعمل أيضا في مجالات متعددة وقطاعات عديدة مثل التجارة والصناعة والبنية التحتية.
والسياحة والتعليم والثقافة، كما ثمت مجموعة واسعة ومروحة واسعة من الإمكانيات والاحتمالات. الأهم والأبرز هو وجود الإرادة، والإرادة موجودة لتعميق هذه العلاقات، ونستكشف دائما قطاعات ومجالات جديدة للتعاون في مجالات الطاقة مثلا. فالطاقة قطاع مهم جدا، والطاقة المتجددة تكتسب أهمية بارزة، وندرك أن إمارة أبوظبي وبفضل جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رائدة في هذا القطاع، في قطاع الطاقة المتجددة. وخلال قمة الطاقة المتجددة التي نظمت هنا ومع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ووجودها هنا في إمارة أبوظبي وكل المبادرات التي تطلقها دولة الإمارات، أعتقد أن الإمكانيات عديدة في العمل في هذا القطاع أيضا. بلا شك. سعادة ديونيس سيوس زويس سفير اليونان لدى الدولة، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.